وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وبعد، بحمد الله وفضله تتواصل هذه الحلقات لتبين الناس توحيد الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لنا سوى هذين الوحيين شيء آخر. هنا لما نجي نكلمك بنكلمك بالله قال والنبي قال، وإن جبنا لك كلام القوم زي ما بيعرضوه أخواننا هنا من الكتب بيعرضوه لك وبيفندوه برضو من الكتاب والسنة. فأي زول عليكم الله يكورك يجود، الناس ما تشتغل به، لا تضرب زول، لا تعوق زول، لا تزال زول. نحن هنا جينا دعاة، إن هو أصر إنه يخش جوا ويضرب أو يمد يده بعد ذاك الناس بتتصرف معه. فرجاءً عليكم الله، أي زول كورك برا جاط ناقش الكلام ما عجبه خليه. شغال عندي مرت بينا كثير، بيتحكحك كده وبيمشي، المرة الجاية بيتحكحك وبيقف، شوية شوية بيتحكحك وبيقعد، لما شنو؟ لما يخش الشبكة. جزاك الله خير. فالله سبحانه وتعالى يا إخوان خلق الخلق وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن وخلق الإنس وأنزل المطر وأرسل الرسل وأنزل الكتب لغاية واحدة فقط، هي العبادة. ربنا قال كده وين؟ قال في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ وهذين الصنفين هم المكلفين بالرسالة، المخاطبون بالرسالة هم الجن والإنس. ربنا قال أنا خلقت الجن وخلقت الإنس عشان يعبدوني أنا براي. ربنا خلق الواطة كويس وأنبت فيها الزرع ونزل المطر وسخر الجبال وسخر الريح وسخر الطير، ده كله عشان يعبدوه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، والخطاب للعموم مؤمنهم وكافرة، يا أيها الناس، وده أول أمر في القرآن الكريم، بلاقيك في سورة البقرة في صفحة تانية بياي في نص صفحة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به شنو؟ من الثمرات رزقا لكم. قال: فلا تجعلوا لله شنو؟ أندادا وأنتم تعلمون. أنتم عارفين إنه الكلام اللي بيسووه فوق ده غلط، وبعد بتشركوا بربنا. ربنا رسل الرسل وأنزل مع الملائكة الكتب عشان يعبدوه. قال الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة، ركز كويس، ده قرآن كريم واضح ما داري شرح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة دي المنو؟ جبريل وغير من الملائكة، بالروح من أمره أي بالوحي المنزل من عند الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وديل الرسل أن أنذروا، ينذروا شنو يا ربنا؟ أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فعبدون دي في حتة تانية، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية دي إنه رسل الملائكة بالكتب السماوية للرسل عشان يعبدوه وحده. وربنا رسل الرسل كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه شنو؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وشنو؟ واجتنبوا الطاغوت. وده معنى لا إله إلا الله المذكور في الآيات الفائدة، إنك تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتكفر بجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من المعبودات التي عبدت زورا وبهتانا، سواء كان المعبود ده نبي زي ما في ناس عبدوا عيسى
ولا كان المعبود ملك زي ما في ناس عبدوا الملائكة، وزي ما في ناس برضو عبدوا الحجار وعبدوا الأشجار. العزة كانت شجرة، وهبل كان حجرة، وزي ما في ناس عبدوا الأنبياء زي ما قلنا عيسى وعزير. فهذه كلها معبودات، وإن كان بعضها معظم الشان عند الله تبارك وتعالى، لكنها معبودات بالباطل. وده ربنا حكاه عن إبراهيم لما كان بيدعو في قومه، قال لهم شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الكلام ده في سورة الممتحنة، قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. والخطاب موجه للصحابة يا أخواننا، لأنهم كانوا هم أهل الرسالة في ذلك الزمان، أي عند نزول القرآن. قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الأسوة الحسنة في شنو يا الله؟ إذ قالوا لقومهم، وقوم ذي المنو ياهو آزر وأبوه، أبوه وقومه آزر دم أبو إبراهيم، وكان سيد قومه، وكان هو الذي كما ذكرت الروايات هو الذي يصنع الأصنام لقومه. ها، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نحن بريئين منكم، انتم ما انتم براكم، ومما شنو تعبدون من دون الله. ودي الليله نحن بنتحدى بها المتصوفه، كل المتصوفه الذين عبدوا شيوخهم والهوهم من دون الله عز وجل. والكلام ده عندنا عليه ادله، نحن سواء كانت الطريقه سمانيه ولا برهانيه ولا ركينيه ولا مكاشفيه ولا غيره، كل طريقه جعلت لها اله يعبد من دون الله عز وجل. والكلام ده بتلقاه هنا جوا الخرطوم دي، وبرا الخرطوم برضو بتلقاه. أمس كنا في حته هناك اسمها ومشانك، وحته اسمها الصقيعه، الصقيعه دي قبلي رفاعه كده بشويه، ومشانك دي بعد رفاعه. ناس تقول لهم يا اخواننا امسكوا في الله براو، وخلوا الاموات وخلوا القبب وخلوا الاضرحه، واحد يجيك بيع وكازو طاير. يا اخي انا ما قلت لك امسك فيني، ولا قلت لك امسك في شيخي، قلت لك امسك في الله. ربنا قال كده، ربنا في كتابه قال كده. ها، انت زعلان مالك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا ذكر الله وحده شنو اشمئزت وحبيه خمسيه. جبتونا من وين انت؟ احنا جيناك من وين؟ احنا الله نزلنا لك هنا عشان يبتلينا بيك بس. ها، اشمئزت قلوب الذين شنو لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مين تجيب سيرة الشيوخ؟ تجيب المكاشف يا ود بدر من الفقر، تلقى واحد بيعرض لك، يعرض عادل. ها، ولا عجب من كده. قبل كده نحن في أخواننا شغالين محاضرة في شرق النيل، واقفين أخونا شهاب ومعه أبو بكر. يا أخواننا ما تنادوا ود بدر، الحلة كلها واقفة. يا ود بدر ما تنادوا ودعفينا، يا ودعفينا. شغل بتاع تحدي عديل، شغل بتاع تحدي، وشغل بتاع محادة لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أمرك أنت كمسلم تتبرأ من جميع المعبودات، وهو الخلقك، وهو النزل لك المطر، وهو لنبت لك الزرع، وهو اللي أعطاك الرزق والأكل والشراب، عشان تعبد هو ما تعبد غيره. أنا أكتفي بهذا القدر ولا أطيل، لأن من ورائي متحدثون. أقدم أخونا عبد الباقي.